أبنائي طلبة وطالبات جريد 6، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هندرس مع بعض ليسون 3 in unit 3، ودوت خاص بالنيتروجين جاز. زي ما درسنا مع بعض في ليسون 1 أكسجين جاز وليسون 2 كربون دايوكسيد جاز، بندرس مع بعض الدرس التالت دوت، ومتقسم معانا على جزئين. الجزء الأول دوت إن شاء الله هندرس فيه البرسنتيج، النسبة المئوية للنيتروجين جاز، وهناخد كمان الاكزيستنس، المصادر او هو موجود فين حوالينا في الطبيعه، كان موجود في الهواء، في التربه، في شكل ايه. هنعرف الحاجات دي كلها مع بعض. كمان هنعرف البروبرتيز اللي هي الخصائص او الصفات الخاصه بالنيتروجين جاز باستفاضه، وازاي احنا نستفيد من الصفات ديت. وهنتكلم عن الغاز بشكل مجمل في الجزء الاول، وان شاء الله في الجزء الثاني هنعرف مع بعض طريقه التحضير. Unit 3 Lesson 3 About Nitrogen Gas. زي ما احنا متعودين، اول حاجة بنعرفها في الدرس هو الستراكشر، التركيب الخاص بالجاز اللي احنا بندرسه. دخلنا في الاكسجين جاز، الموليكيول بيتكون من 2 اكسجين اتومز، من ذرتين اكسجين. في الكربون دايوكسيد جاز بيتكون من 1 اتوم، 1 كربون اوف اتوم، يعني ذرة واحدة من الكربون، و 2 اكسجين اتومز، وذرتين اكسجين. طب يا ترى النيتروجين بيتكون من ايه؟ اول حاجه بيقول لي ان النيتروجين از ا جاسوس، يعني هو غاز، طبعا احنا عارفين طبعا. اند هاز، وهو بيتكون من 2 نيتروجين اتومز، من ذرتين نيتروجين، والسيمبل الخاص به هو الN2. يبقى احنا التركيب او الاستراكشر، مليكيول اوف نيتروجين بيكون من ايه؟ بيكون من 2 نيتروجين اتومز، بيكون من ذرتين نيتروجين، والسيمبل N2. بيطلق على غاز النيتروجين او النيتروجين جاز اسم، هنعرفه مع بعض ونعرف سبب التسميه دي ايه. ده التركيب طبعا. بيقول لي النيتروجين is called azote. طب ليه سمى النيتروجين azote؟ كلمه azote معناها lifeless، يعني غاز غير ضروري للحياه. طب يا ترى ايه سبب التسميه ديت؟ تعال نشوف مع بعض. اول حاجه ان هو doesn't help in burning، لا يساعد على الاشتعال زي ما هنعرف في البروبرتيز الخاصه بيه. وكمان don't included، لا غير موجود او غير مشتمل على respiration process، عمليه التنفس. يبقى الاجابه بتقول ايه؟ because it doesn't help in burning، لانه لا يساعد على الاشتعال. طب ايه كمان؟ and it is not included، وانه غير مشتمل او غير موجود في respiration process، في عمليه التنفس. عمليه التنفس عارفين ان living organisms take oxygen gas and release، وبتحرر او بتطلع الكربون دايوكسيد جاز. هنا ما قلناش النيتروجين جاز، فديت اجابه السؤال. طب يا ترى ايه النسبه المئويه اللي موجود بيها النيتروجين in atmosphere؟ نعرفين طبعا ان هو most abundant gas، يعني الغاز الاكثر وفره، والنسبة المئوية بتاعته كبيرة ولازم نحفظها. نيتروجين represents، النيتروجين موجود بنسبة كام يا جماعة؟ 78%، 78% بنسبة 78%. نتذكر مع بعض كده، الأكسجين جاز كان 21%، 21%. الكربون دايوكسيد كانت النسبة بتاعته 0.03. لاحظوا ان احنا بنعمل عملية ربط ما بين التلات دروس. يبقى بنقول هنا ان النيتروجين represents، النيتروجين موجود بنسبة كام؟ 78% from the air volume، في من حجم الهواء. It is the most abundant gas، معناه ايه كلمة most abundant؟ يعني هو الغاز الأكثر وفرة، اللي هو الأكبر نسبة in air، في الهواء. نيتروجين exist in، يا ترى النيتروجين ده موجود فين؟ أو بنتلاقيه فين؟ Nitrogen is the main component of the proteins. يعني ايه main component؟ يعني هو المكون الرئيسي للبروتينز، للبروتينات. والبروتينات طبعا يا جماعه هي اللي بتكون make tissues، هي اللي بتصنع او بتكون الانسجه of all living organisms. عشان كده الطفل الصغير child اللي عندنا دايما بناكله اكل فيه بروتين او فيه بروتينات، عشان الانسجه بتاعته تكبر وتكتمل ويتم بناء الجسم. ولما يكون حد مثلا اجرى عمليه جراحيه برضو بنغذيه بطعام موجود فيه بروتينات عشان الانسجه بتاعته تلتئم ويشفى سريعا.
يبقى النيتروجين is the main component, هو المكون الرئيسي of the proteins, للبروتينات which make tissues, التي تصنع الأنسجة of all living organisms, لكل الكائنات الحية. في عندي حاجة اسمها نيتروجين أوكسايدز. يعني ايه نيتروجين أوكسايدز؟ يعني أكاسيد النيتروجين. طب أكاسيد النيتروجين دي بتيجي ازاي او بتتكون ازاي؟ بيقولي are formed, تتكون during the lightning. يعني ايه كلمة lightning؟ يعني البرق, اثناء حدوث البرق. يبقى النيتروجين أوكسايدز, أكاسيد النيتروجين, بتتكون اثناء lightning, حدوث البرق. طب بتتكون نتيجة ايه؟ طبعا نتيجة الرياكت, التفاعل أو الكيميكال رياكشنز بين أكسجين أند نيتروجين, ما بين الإليمنتس اللي هو الأكسجين والإليمنت اللي هو النيتروجين. النيتروجين والأكسجين لما يتفاعلوا مع بعض يكونوا حاجة اسمها نيتروجين أوكسايدز, أكاسيد النيتروجين. بس شرط أساسي وجود طاقة كهربائية كبيرة اللي هي بتبقى موجودة في اللايتنينج اللي هي البرق. طب بعد ما بتتكون نيتروجين أوكسايدز ديت اللي هي أكاسيد النيتروجين, بيحصل لها ديسولفز, بتذوب ان رينفول او ان الووتر, بتذوب المياه بتاعه المطر, وريتش ذا ايرث, بتصل الى سطح الارض ديورينج ذا رينفول, اثناء سقوط المطر. يبقى دي برضو من المصادر او الحاجات اللي موجود فيها النيتروجين. نمبر 3, نيتروجين از يوزد باي ذا ليجيموس بلانتس. يعني ايه الكلام ده؟ نيتروجين از يوزد باي ليجيموس plants اللي هي النباتات البقولية. legumes plants, النباتات البقولية. ايه هي النباتات البقولية دي؟ اللي هي زي الكلوفر, البرسيم, البيس والبينز اللي هي البسلة والفول, كل دي بنسميها legumes plants اللي هي نباتات بقولية. to produce protein. طب نفهم الحكاية دي مع بعض. عندنا النباتات اللي انا شرحتها لكم اللي هي الكلوفرز, البرسيم, والبيس, البسلة, والبينز, الفول, الروتس بتاعتها اللي موجودة في الصويل في التربة, بيبقى موجود عليها نوع خاص من البكتيريا بنسميها نيدولار بكتيريا. النيدولار بكتيريا ديت لها اهمية كبيرة جدا ان هي بتعمل ابزورب, بتمتص النيتروجين اللي موجود في الهواء اللي موجود في التربة, وبتعطيه للنبات عشان النبات يقدر يكون البروتينز, البروتينات, عشان يبني الأنسجة بتاعته. لكن النباتات ديت ما تقدرش ان هي تاخد النيتروجين, فمين اللي بيساعدها؟ النيدولار بكتيريا, في مقابل ان النيدولار بكتيريا بتاخد من النباتات ديت شجر, يعني سكر او الغذاء اللي بيكونه النبات. واحنا خدنا علاقة زي ديت في الصف الخامس واحنا بندرس المنهج اللي هي علاقة التكافل اللي هي الكومونساليزم, ان كل واحد فيهم بيفيد التاني. تعال نشوف مع بعض الـ properties of nitrogen gas, يعني الصفات الخاصة بالنيتروجين جاز, وهنعمل compare كده, مقارنة بين التلاتة الاكسجين والكربون دايوكسيد والنيتروجين, واحنا بنقول كل خاصية. اول حاجة it is colorless, tasteless and odorless gas, يعني غاز عديم اللون, عديم الطعم, عديم الرائحة. بيفكرنا بمين؟ بيفكرنا بالأكسجين جاز. لكن الكربون دايوكسيد قلنا ان هو colorless وodorless, لكن له طعم مميز اللي احنا بنشوفه في السوفت درينك. طب الخاصية الثانية scarcely or hardly dissolves in water, يعني من الصعوبة ان هو يذوب في الماء. برضو بيفكرنا بمين يا جماعة؟ بيفكرنا بالأكسجين. يعني برضو شبه الأكسجين في الموضوع ده, scarcely or rarely dissolves in water. وده بينبئنا بحاجة, ان احنا ما بتلاقي الصفة دي في الغاز كنا بنجمعه ازاي؟ افتكروا كده معايا, كنا بنجمع غاز الاكسجين by downward displacement of water اللي هي ازاحة الماء الى اسفل. فبرضو النيتروجين هنجمعه بنفس الطريقة دي, لان scarcely or rarely dissolves in water. هنا النيتروجين سوليوشن, محلول النيتروجين, لما النيتروجين بيكون في صورة ليكويد, turns the red litmus paper, بيحول اللي هي litmus paper الورق الخاص بتباع الشمس into blue. طب ليه بيحوله لبلو؟ الريد يحولها لبلو لانه alkaline effect, له تأثير قاعدي او قلوي على litmus paper. لو نفتكر كده الاكسجين
كان التأثير ملوش تأثير خالص، اللي هو نيترال متعادل التأثير، ما بيأثرش على البلو أو الريد ليتموس بيبر، على الورقتين ما بيحولش أي حاجة فيهم. لكن هنا النيتروجين بيحول الريد انتو بلو لأنه له تأثير الكلاين افكت، له تأثير قلوي. نمبر دي doesn't help in burning، لا يساعد على الاشتعال أو الاحتراق، زي ما احنا قلنا في تفسير كلمة azot or lifeless اللي هو doesn't help in burning انه لا يساعد على الاشتعال. لكن الاكسجين help in burning، الكربون دايوكسيد برضو زيه زي النيتروجين doesn't help in burning. نيتروجين is condensed، ان النيتروجين يا جماعه ممكن نكثفه، ممكن عمليه تكثيف to be liquid لكي يصبح سائل، نعمله عمليه ليكوبايد اساله، so as to be used in cooling عشان نستخدمه في عمليه التبريد. يبقى هنا النيتروجين ممكن ان احنا نكثفه، نعمل عمليه تكثيف يحول الى سائل ليكوبايد نيتروجين اللي هو نيتروجين مسال عشان نستخدمه in cooling في عمليات التبريد. نيتروجين كامبين ويز، ايوه تعبى هنا، النيتروجين بيتفاعل او بيتحد مع اللايتد ماجنيسيوم ريبون. نراجع كده اللايتد ماجنيسيوم ريبون، شريط المغنيسيوم المحترق لما كان بيتفاعل رياكت ويز اوكسجين جاز كان بيطلع لنا وايت سبستانس، ماده بيضاء اللي هي ماجنيسيوم اوكسايد، ولما كان بيتفاعل مع الكربون دايوكسيد كان بيطلع لنا مادتين وايت سبستانس اللي هي الماده البيضاء اللي هي ماجنيسيوم اوكسايد، وماده سوداء اللي هي البلاك اش اللي هي كده الكربون او الكول. اما مع النيتروجين تعال نشوف ايه اللي هيحصل، من السؤال طبعا بيجي لنا وات هابن. يبقى نيتروجين كامبينز، النيتروجين يتحد او يتفاعل مع اللايتد ماجنيسيوم ريبون، شريط المغنيسيوم المحترق، فورمينج ا وايت سبستانس، هنا بينتج ماده بيضاء زيه زي الاكسجين اللي هي ماجنيسيوم اوكسايد. بس احنا لو ضفنا عليها شويه ميه، وي ادد ووتر، that react with water، عندما تتفاعل مع الماء هتكون لنا حاجه اسمها امونيا جاز، اسمها امونيا جاز، غاز الامونيا او غاز النشادر، that has a pungent odor، a pungent odor يعني له رائحه نفاذه. يبقى تاني يا جماعه، انا لما بجيب lighted magnesium ريبون، شريط مغنيسيوم مشتعل او محترق، وبحطه في جار fill with نيتروجين مملوءه بالنيتروجين، هيحصل تفاعل، هتنتج وايت سبستانسز، ماده بيضاء، هذه الماده البيضاء اللي هي اللي هتطلع عندنا هتتفاعل مع الووتر، تمام، مع الميه، وهتكون لنا حاجه اسمها امونيا. الامونيا ديت لها بانجد ودور، يعني له رائحه نفاذه جدا جدا جدا. نيتروجين كان بي كوندنسد، زي ما احنا قلنا قبل كده ان النيتروجين ممكن يحصل له عمليه تكثف انتو ليكوفايد ستيت، الى الحاله السائله، وقلنا بنستخدم اللي هو ليكوفايد نيتروجين، الغاز النيتروجين المسال ان كولينج في عمليه التبريد، ولها استخدامات اخرى هنعرفها مع بعض. طيب يا ترى ايه هي بقى الامبورتنس اوف نيتروجين جاز، ايه هي الاهميه او الحاجات الفوائد البنفيتس اللي انا بستفيد بيها من النيتروجين جاز؟ اول حاجه نيتروجين از يوزد ان فيلينج كار تايرز، في ملء اطارات السيارات. لما بتروح مع بابا دلوقتي هو راكب العربيه، ساعات بيروح عند المحل الخاص بملء التايرز اللي هي الاطارات بتاعه السياره، ممكن بيملاها هواء عادي، او تلاقي في ماكينه جديده كده عند الراجل محطوط عليها N2 اللي هو السامبل الخاص بالنيتروجين جاز، ان هو بيملى الاطارات بالنيتروجين جاز. وهنعرف ليه بقى بيملاها بالنيتروجين جاز وليه هو افضل من الاير، افضل من الهواء. تعال نشوف السبب، as it keeps the temperature and the volume of the tires steady، يعني هو بيحافظ على الحراره والحجم بتاع الاطارات ثابت، لان الهواء طبعا لما يكون الاطارات ديت او التايرز مليئه بالهواء بيتاثر بدرجه الحراره، لما درجه الحراره بتاعه الجو بتاعنا او بتقل فالهواء بيحصل له اكسباند، يتمدد او كونتراكت ينكمش، لكن الثباتيه بتاعه ال N2 النيتروجين بتكون اكثر،
ودوت بيضمن لنا عدم حدوث الحوادث قدر الله على الطريق لو الإطار دوت تعرض لحرارة شديدة أو غير ذلك. ليكويد نيتروجين أو ليكوبايد نيتروجين اللي هو النيتروجين المسال له استخدامات. إيه هي الاستخدامات بتاعته؟ أول حاجة treatment of skin tumors، يعني بنتعامل أو بنعالج بيه الأورام اللي بتكون موجودة على الجلد skin tumors. تاني حاجة preserving food، حفظ الأطعمة. كمان ليه بقى بنحفظ الأطعمة اللي هي preserving food products، حفظ الأطعمة أو الأطعمة المحفوظة؟ because it freezes the food quickly، لأنه هو هنا بيجمد الطعام سريعا فبيحفظه لدرجة كبيرة وبيمنع أو بيأخر التفاعل اللي بتقوم به البكتيريا عشان تفسد الطعام. Nitrogen is used in making ammonium nitrate، كمان النيتروجين بيخش في تركيب الأمونيوم أمونيوم نيتريت اللي هي نترات الأمونيوم، وده مركب كيميائي بيخش في صناعة soil fertilizers اللي هي الأسمدة الخاصة بالتربة. زي ما احنا شايفين في الصورة هنا دية الأسمدة اللي بتضاف للتربة عشان تخليها خصبة عشان لما نيجي نزرع فيها تكون المحصول كويس جدا. فالنيتروجين هنا بيدخل في تركيب الأمونيوم نيتريت أو نترات الأمونيوم اللي بتدخل في صناعة الفيرتلايزرز اللي هي الأسمدة. وعرفنا الامبورتنس بتاعت النيتروجين اللي هو عنده أهمية كبيرة جدا. بنكمل مع بعض نمبر 4 في الامبورتنس. used in small amount، بيستخدم بكميات قليلة. to fill in some types of lumps، في ملء بعض المصابيح. في بعض المصابيح بنملاها بغاز النيتروجين او بيحتاج لكميه قليله من غاز النيتروجين في ملء تلك المصابيح. نمبر 5 used to store petroleum and flammable materials، يعني ايه الكلام ده؟ used to store، يستخدم في تخزين petroleum and flammable materials اللي هي المواد البتروليه او المواد القابله للاشتعال. طيب فرق عارفين السبب؟ احنا قلناه من ضمن الشرح بتاعنا ان هو ايه؟ doesn't help in burning، انه لا يساعد على الاشتعال لانه lifeless. يبقى used to store petroleum and flammable materials، يستخدم في حفظ المواد البترولية والمواد القابلة للاشتعال بسبب ان هو ايه؟ doesn't help in burning، لا يساعد على الاشتعال. I'll give reason. because it is inactive material، هو غاز غير نشط او doesn't help burning، لا يساعد على الاشتعال. نمبر 6 used in making، يستخدم في صناعه. يا ترى ايه الصناعه اللي هو بيدخل فيها؟ لو تفتكروا يا جماعه الكربون دايوكسيد افكركم بس بيه سريعا، كان making a bread soft drink، صناعه الخبز، صناعه المشروبات، تمام، والدراي ايس والثلج الجاف. طب النيتروجين بيخش في صناعه ايه؟ used in making، تعالوا نشوف مع بعض. stainless steel، stainless steel اللي هي الصلب الغير قابل للصدأ اللي بنصنع منه الكوكينج بوتس او الكوكينج بانز الموجوده عندنا في المطبخ اللي احنا ماما بتعمل كوكينج بتطهي الطعام فيها، وبيبقى في منها برضو السكاكين والملاعق وغيرها. stainless steel. في الالكترونيكس اللي هي الاجهزه الالكترونيه برضو بتخش فيها، بيخش النيتروجين في بعض في الصناعات الالكترونيكس، الصناعات الالكترونيه. كمان في حاجه مهمه جان باودر. الجان باودر دوت يا جماعه اللي هو البارود اللي هو بيستخدم في المدافع. يبقى used in making stainless steel اللي هو الصلب الذي لا يصدأ، والالكترونيكس الالكترونيات يعني او الالكترونيكس ديفايسز الاجهزه الالكترونيه، وجان باودر اللي هو البارود الخاص بالمدافع والبنادق وغير ذلك. ديت صوره توضح لنا هنا تخزين البتروليوم اند فلامبل ماتيريالز، وديت الصوره بتوضح لنا الستانلس ستيلز الكوكينج بوتس الاوعيه المصنوعه من الستانلس ستيل،
وديت بعض الأجهزة الإلكترونية اللي بيخش في صناعتها النيتروجين جاز. تعال نشوف مع بعض بعض الأسئلة الخاصة بالجيفريزم متعلقة بالنقاط اللي احنا شرحناها. أول سؤال عندنا: Nitrogen is recently used in filling car tires. يعني حديثا أو مؤخرا غاز النيتروجين بيستخدم في filling car tires، في ملء الإطارات الخاصة بالسيارات. يا ترى إيه السبب وليه فضلنا عن الأير عن الهواء؟ الإجابة: because it causes relative constancy، يعني بيسبب هنا ثباتية نسبية أو أكثر ثباتية of the volume of tires لحجم الإطارات when the temperature changes، عند تغير درجات الحرارة. احنا عرفنا قبل كده أن الهواء بيتأثر جدا بال change in temperature، بالتغير في درجة الحرارة. when temperature rises، لما ترتفع الحرارة air will expand، الهواء هيتمدد وبالتالي هيغير الحجم بتاع التاير، والعكس طبعا صحيح. لكن هنا النيتروجين ما بيتأثرش أو بموضوع الحرارة، فبيسبب لي relative constancy of the volume، يعني ثباتية في حجم الإطارات حتى لما بيتغير درجة الحرارة، وطبعا ده شيء أفضل. السؤال الثاني: nitrogen is used in tanks of liquefied explosives. يعني ايه؟ النيتروجين مستخدم في التنكات الخاصة بالliquefied explosives اللي هي المواد المتفجرة السائلة، الحاجات اللي هي قابلة للاشتعال flammable او قابلة للانفجار وبتكون في صورة سائلة. بستخدم معاها الليكوفايد نيتروجين عشان يعمل لها تبريد وما يسببش في ارتفاع درجة الحرارة او يسبب في انفجارات. because it is an inactive material، لانه طبعا مادة غير نشطة فبيحافظ عليها ويمنع انفجارها. number 3: on putting a lighted match in a cylinder filled with nitrogen, the match is off. لما بنحط lighted match عطس قاب مشتعل in a cylinder في اسطوانة filled with nitrogen مملوءة بغاز النيتروجين، the match is off، الأعواد الثقاب سوف تنطفئ. طب إيه اللي بيخليها تنطفئ؟ زي ما احنا حطيناها برضه في الكربون دايوكسيد لو تفتكروا برضه انطفئت. because nitrogen doesn't help in burning، لأن النيتروجين لا يساعد على الاشتعال زيه زي الكربون داي اوكسيد. فهمنا الاسئله بنحلها ازاي؟ استكمل مع بعض اسئله الجبريزم. On exposing a wet litmus paper to ammonia gas it turns blue. Exposing يعني نعرض الليتموس بيبر اللي هي ورق تباع الشمس لغاز الامونيا، امونيا جاز. فكنا امونيا جاز ده جبناه منين؟ لما احنا when we added water، لما اضفنا الماء للماده الوايت سبستانس اللي نتجت من تفاعل اللايتد ماجنيسيوم بريبون مع النيتروجين، التيرنس بلو بتتحول الى الازرق. طب ليه بتتحول للازرق؟ لو تفتكروا احنا قلنا ان الامونيا لها تاثير مالها الكالاين افكت، يعني لها تاثير قلوي، الحمراء بتخليها زرقاء. because ammonia gas، ان غاز الامونيا دوت has alkaline effect، له تأثير قلوي on litmus paper، على ورق تباع الشمس. it will turn، فانه يحول the red to blue، الحمراء الى زرقاء. number 5: liquefied nitrogen is used in cooling food medicines and vaccines. يعني ايه السؤال؟ بيقول لنا liquefied nitrogen، ان النيتروجين المسال used، يستخدم في cooling food، تبريد الطعام، medicines الأدوية، and vaccines واللقاحات أو الأمصال. يعني عايزين أحفظ طعام، عايز أحفظ أدوية معينة، عايز vaccines اللي هي الأمصال أو اللقاحات الخاصة بالأمراض، زي مثلا مرض شلل الأطفال أو أي مرض تاني له لقاح أو له مصل. طب الحاجات دي كلها بحفظها في الليكوفايد نيتروجين ليه؟ السبب because liquefied nitrogen، لأن النيتروجين المسال can freeze، ممكن أنه يجمدها، freeze them and prevent، ويمنع their damage by heat، ويمنع انها تفسد بواسطة الحرارة، لان طبعا الحاجات دي بتحتاج الى التبريد، بتحتاج الى انها تحفظ من الحرارة، فبحفظها في ايه؟ في الليكوفايد نيتروجين. ارجو ان احنا نكون استفدنا من مجموعة الاسئلة ديت وعرفنا البروبرتيز الخصائص او الصفات الخاصة بالنيتروجين جاز، وعرفنا البرسنتيج النسبة المئوية والامبورتنس والأهمية بتاعة النيتروجين جاز.
في نهاية الجزء الأول من درسنا وهو عن النيتروجين جاز، أرجو أن احنا نكون استفدنا من شرحنا ونركز على النقاط الهامة الخاصة بالنسبة المئوية البرسنتيج اللي هي 78% والإكزيستنس اللي هو التواجد بتاع النيتروجين جاز، سواء كان موجود في الهواء الجوي في الأتموسفير أو موجود في بيستخلصه النبات من التربة عن طريق النيدلر بكتيريا، وده specific kind of bacteria بيمد النبات اللي هو legumes plants بالنيتروجين جاز. وعرفنا كمان البروبيتيز اللي هي الصفات الخاصة بالنيتروجين جاز، ان هو الغاز بنطلق عليه lifeless يعني azote gas اللي هو doesn't help in burning، كمان don't include ما بيخشش في respiration process عملية التنفس. وعرفنا الصفات الخاصة بالغاز دوت. ان شاء الله في الجزء الثاني هندرس مع بعض البريبريشن الاعداد، وزي ما احنا متعودين هنناقش مع بعض الاسئلة الخاصة بالدرس.